نرحب بحضراتكم في اخر فقره النهارده، واللي هنتكلم فيها عن رياضه الرمايه والجهود كمان اللي محققاها مصر، سواء بنتكلم على صعيد الميداليات او كمان استضافه البطولات الدوليه والعربيه والقاريه على ارض مصر. هنتكلم كمان عن اداء لاعبي مصر للرمايه بالبطوله العربيه وتصدرهم ترتيبها بالفوز ب 23 ميداليه متنوعه. خلينا نرحب بسياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا، نورنا يا سياده اللواء، اهلا بحضرتك. وتعالى نتكلم بعد اذن حضرتك، يعني نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهاوند، 23 ميداليه مختلفه في البطوله العربيه يعني استضافتها مصر مؤخرا وتصدرت من خلال هذا الرقم المشهد، منهم حوالي 12 ميداليه ذهبيه لو انا مش غلطان. فاكيد يعني هذا النجاح المدوي ما جاش من فراغ، فنعرف حضرتك بقى ملابسات تنظيم مصر لهذه البطوله وكواليس التدريبات اللي يعني والاستعدادات اللي كانت قبلها. هو طبعا موضوع البطولة العربية يمكن عليه ضغط كبير جدا من الدول العربية، لأنه كونه هو يتنافس على ميدالية في مصر وضد الفريق المصري، الحصول على ميدالية من الفريق المصري دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة للدول العربية. احنا يمكن استعدنا استعداد كبير جدا بمعسكرات مغلقة على اللاعبين وبدأنا نخوض هذه المنافسات. يمكن احنا كان لنا الحظ الحمد لله بالحصول على 23 ميدالية متنوعة، 12 ذهبية، وبالتالي الدولة التي كانت تلينا ساعتها 4 ميداليات ذهبية. احنا تصدرنا بالذهب واستكملنا المشوار بالحصول على الدار العام للبطولة العربية، ودي حاجة كانت ممتازة جدا لأنها كانت محطة من محطات الإعداد لطوكيو قبل السفر مباشرة. طب لحضرتك تكلمنا عن الاستعدادات اللي قبل اي بطوله وقبل المشاركه، وفكره كمان الاستعدادات الصحيه، لان احنا عندنا طبعا مشكله كوفيد وغيره، ودي اثرت على العاب كتيره جدا ورياضات كتيره جدا ومشاركات بالارقام كمان، فطمنا حضرتك على النقطه دي الاول. احنا طبعا عندنا تعليمات من الاتحاد الدولي للرمايه وعندنا تعليمات من وزاره الصحه المصريه. طلعنا هذه التعليمات ونفذنا هذه التعليمات بالفعل، سواء بالفحوصات المستمرة انه كل 72 ساعة فحص بي سي ار وفحص اخر قبل مغادرة الوفود عشان يستطيع المغادرة من القاهرة والوصول الى بيرغو. ده الجزء الخاص بالفحوصات. الجزء الاخر لو كان في اي حد وجدنا عنده كورونا بيتم العزل وتقديم العلاج الكافي واللازم على نفقة جمهورية مصر العربية. بصراحة كان في يعني دعم قوي جدا من وزارة الصحة ووزارة الشباب في هذا الموضوع، وبالتالي كان عمل سمعة كبيرة جدا، لأنه أي مسابقة مماثلة خارج مصر بتتحمل الدولة اللاعبين الخاصين بها، لكن احنا في مصر تحملنا هذا الموضوع والحمد لله ما كانش عندنا حالات يعني تذكر، ويمكن حالة أو حالتين وتم عمل تحليل آخر وطلعت الحالات إيجابية بعد كده. سلبية بقى بعد كده ولا؟ سلبية. طيب كويس. حلو قوي. برضو استكمالا لسلسلة النجاحات المصرية في تنظيم مصر واستضافتها لكتير من فعاليات البطولات الرياضية العالمية المختلفة، المفروض إن شاء الله إن الشهر الجاي هيبقى فيه بطولة هتتنظم في العاصمة الإدارية الجديدة وهي بطولة دولية هي كمان. إحنا إن شاء الله طبعا نقدر نقول إنه عام 2021 على الرغم من وجود جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، إلا أن مصر استطعنا استضافة كأس العالم في آخر فبراير أول مارس، استضافنا في شهر 6 البطولة العربية، ثم الحدث الأكبر اللي هو بطولة العالم للرماية على الباقة المروحية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الحدث ده يعتبر الأكبر على مستوى العالم بالنسبة للبطولات، لانه جميع دول العالم ما زالت حتى الان في حاله انغلاق تام سواء دخول او خروج من البلاد. احنا ان شاء الله هنستضيف هذا الحدث. ميدان الرمايه هو الاكبر على مستوى العالم، مخطط له ان هو يكون من الافضل وهو فعلا الافضل. في دعم قوي جدا من وزاره الدفاع بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه من الناحيه الفنيه، والاتحاد المصري للرماية هو الجهة المنوطة بالنواحي الفنية للاعبين والميادين، ولكن نقدر نقول انه وزارة الدفاع انجزت الهرم الرابع على مستوى العالم في الرماية بتواجد هذا المنشأ الذي يعتبر الاكبر على مستوى العالم. رائع جدا. طيب لو اتكلمنا عن اولمبياد طوكيو وعدد المشاركين واللعيبه، ومن عندنا او من عند حضرتك كان كام لاعب تقريبا؟ احنا اللي كان مشاركين عندنا 11 لاعب ولاعبه،
وكان المفروض ان احنا ربنا كان يوفقنا في ميداليه. الناس متوقعه فعلا ده بالظبط، لكن احنا نقول انه الرمايه طبق واحد في الرمايه بيفرق تماما ان هو اللاعب يدخل النهائيات. يمكن حصل ده مع عزم محلبه ومع عبد العزيز محلبه، الاثنين بصراحه حققوا اكبر ناتج عندهم، ولكن نقدر نقول ان الاولمبياد ليها حسابات مختلفه نفسيه ومعنويه بين جميع رماه العالم. يعني نقدر نقول في المثال في نوع من انواع الرمايات اسمها السكيت، بطل العالم والاولمبياد ما كانش في من ضمن المصنفين السته اللي داخلين في النهائيات، مع انه اكبر واقدم لاعب على مستوى العالم، ولكن نقدر نقول ان هو دخل بالمباراه التفضيليه اللي هي الشوت اوف، وبعد ما دخل حصل على الميداليه الذهبيه. لكن عاوز اقول انه الرمايه هي حاجه مش سهله، حاجه بتحتاج عوامل كثيره سواء نفسيه وبدنيه، ان الرامي يستطيع السيطره على نفسه اثناء الاداء المسابقه. ويمكن نقدر نقول انه الفريق المصري ادى الاداء المشرف، مش بنقول تمثيل مشرف، لا الاداء المشرف، لانهم حققوا قبل دوره الالعاب الاولمبيه اول وثالث عالم نفس اللاعبين. ما هو ده بقى يعني زي ما بيقول المعادله اللي احنا مش فاهمينها، احنا محققين فعلا رانكينجز وبطولات، بس في الاولمبياد ما حققناش الحاجه اللي كلنا كنا متوقع او كجماهير مصريه كنا متوقعينها. وفي نفس الجزء الثاني من السؤال المرتبط بيه نفس الكلام، يعني طب لو احنا هنتكلم عن باريس 2024 هل هنقدر بقى ساعتها يبقى في سكور مختلف يا فندم؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي الشيء الطبيعي بعد اي بطوله كبيره مثل دوره الالعاب الاولمبيه بيحصل تقرير فني وإعادة الدراسة، نشوف إيه نقاط القوة وإيه نقاط الضعف. نقاط الضعف كانت باينة بالنسبة لنا طبعاً إن لازم يكون في طبيب نفسي يختص على للرامي، إن هو إزاي يحصل إدارة قوية للمباراة. لأن هو بمجرد ما يحصل إدارة قوية للمباراة فاللي عمله في بطولات العالم يستطيع تنفيذه في دورة الألعاب الأولمبية. يمكن الخطة الجديدة اللي إحنا بدأنا نوضعها كمجلس إدارة إن إحنا نتخطى هذه النقطة، لأنه لابد من احنا معرفه ايه السبب في هذا الموضوع. بالظبط. حصلنا يعني ندي مثال الرامي عزمي محلبه ست بطولات عالم حصل على اربع مراكز اربع ميداليات منهم. طيب ما هو حصل اربع ميداليات. طب ودوره الالعاب ليه؟ نقدر نقول ان في جزء يحتاج التركيز عليه، وده يمكن ناقشته مع السيد الدكتور اشرف صبحي منذ يومين هذا الموضوع، وان احنا ازاي نوصل بالعالميه المستوى اللي احنا فيه، ازاي نستمر ويستكمل في دورات الالعاب الاولمبيه، وده خطه موضوع ان شاء الله هنتخطاها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. برضه فرصه نعرف الناس اللي حضرتك تقول ايه كيفيه اداره المباراه، هي مباريات الرمايه بتمشي ازاي؟ احنا يعني مش كل الناس ممكن تبقى عارفه كده، حتى المنافسات المختلفه، ان الرمايه مش 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 نوع واحد على حد علمي، هي انواع مختلفه. برضه فرصه نعرف الناس ايه الانواع المختلفه وكيفيه اداره مباريات الرمايه. ومن ناحيه ثانيه برضو نوضح، حضرتك برضو قلت في وسط الكلام شويه عوامل، هي مش مجرد بس دقه تصويب، مش كده برضو؟ بالظبط. يعني عناصر النجاح في رياضه الرمايه ايه؟ احنا الاول نتكلم انه انواع الرمايه ثلاث انواع، النوع الاول اللي هو البندقيه الخرطوش وتحتيها عده مسابقات، ثم البندقيه والمسدس سواء ضغط هواء او رصاص، دول ثلاث انواع المسابقات. اوكي. الجزء الخاص بالرامي ازاي يدير المباراه، اداره المباراه ان هو ازاي يستطيع الحصول على الطلقه او الاصابه، نقدر نقول في الخرطوش اصابه الهدف، او في الرميات الاخرى هي الطلقه اللي هي العشره 10 من 10. هو طبعا كل رماه بيبقى في الدخول في المسابقات عندهم الحافز والنيه ان هم يحققوا ابطال عالم. لكن الحقيقه ان بيحصل فيها بعض التدخلات النفسيه والضغوط الكبيره ان هو منتظر منه يحقق ميداليه، دي بتعمل عليه ضغط عصبي كبير جدا، بتفقده قليل من التركيز اللي بيخليه ان هو يمكن ما يلحقش يصيب هدف. يعني رمايه الخرطوش هو عباره عن طبق في ميكروفون امام الرامي، الرامي بيطلب الطبق من الميكروفون، الطبق بيطلع بيكون جاهز، يعني بيكون جاهز الرامي، يطلع الطبق بسرعه معينه باتجاه لا يعلمه، والمطلوب منه ان هو سرعه رد الفعل الخاص من الرامي ان هو يتحرك نحو الهدف والاصابه. الكلام التوقيت ده بياخد حوالي ثانيه، فنقدر نقول انه في خلال ثانيه الى ثانيتين فقد جزء من التركيز الطبق ما اصابوش. هو ده اللي بيحصل
هو ده اللي بيحدث في دورات العاب الاولمبيه ذات الضغط. مش عايزه مجرد رمي، دي عايزه قناص يا سياده الدواء. يعني فكره ان بكسر من الثانيه الطبق بيطلع واحنا مش عارفين في اي اتجاه. ايوه، ما هو سنايبر يعني. هو الاماكن اللي بيضربوا منها عباره عن اماكن تسمى محطات، وفي كل محطه تحت الحفره اللي بيبقى فيها المكن، المكنه في 15 مكنه، كل مكنه بتدي اتجاه يمين شمال فورورد للامام. اوكي، فتتخيل مثلا واقف في يسار اول محطه، حطه واحد، والمكنه اخر مكنه في اليمين بتطلع الطبق ناحيه اليمين، هو ما بيبقاش عارف الطبق طالع فين طبعا. وبالتالي بجرد ما يطلب الطبق، الطبق بيطلع عاوزه تركيز عالي جدا، بيضرب 125 طبق، مطلوب ان هو يركز 125 مره بنفس القوه بنفس الاداء. ده اللي بنقول عليه اداره المباراه. اداره المباراه تحتاج تدريب عالي جدا فني، ثم مدرب نفسي ان هو ازاي يستطيع التخلص من اي افكار سلبيه والضغوط النفسيه اللي على الرمي. طيب سياده اللواء، انا هنرجع انا وحضرتك وكريم للنقطه دي، وانا بشوف يمكن في نادي الصيد تحديدا كمان الرمايه على طول بيتمرنوا هناك. لما اشوفه كان زمان بيستعملوا الحمام، بس اتغير الموضوع دلوقتي يعني، وده افضل بتهيألي يعني انسانيا حتى. خلينا نروح فاصل سريع وحديثنا لسه مستمر مع سياده اللواء بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم، اخر فاصل خلاص في حلقه النهارده، وحديثنا مستمر مع سياده اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه. وكنا بنتكلم في هذا الملف يا فندم، وزي ما اتكلمنا مصر محققه يعني رانكينجز وبطولات حلوه جدا ومشرفه جدا، وان شاء الله في الاولمبيات القادمه يعني نحقق كمان بقى ميداليات، لان ده اللي كل الجماهير المصريه بتامله وكنا منتظرينه كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ربنا يوفقنا. احنا كاتحاد رمايه يمكن عندنا جزئيتين، الجزئية الأولانية إن إحنا عندنا رماة على مستوى العالم مصنفين، وبالتالي دي حاجة بتبني قاعدة كبيرة واسم كبير لمصر. الجزء الآخر هو استضافة البطولات، وده بيقوي العلاقة في الرماة في الخبرات المكتسبة بين الدول العالم ومصر. الجزئيتين دول حاجة لا تتوفر في كثير من الدول، ولكن إحنا بننعم بهذا الموضوع في مصر باستضافة بطولات وبوجود أبطال العالم لدينا. موارد الاتحاد يا فندم جايه منين؟ هل من خلال الموازنات اللي الدوله يعني مخصصاها، ولا في اعتماد الى حد ما على الرعايه الخارجيه؟ بتمشي الامور ازاي في الملف ده؟ احنا طبعا عندنا الدوله بتدعمنا كل الدعم، وصراحه احنا يمكن كاتحاد رمايه كل ما طلبناه من الدوله كان بيوفر لنا بل واكثر، بالاضافه الى بعض من الرعاه اللي هم بيدعمونا ماديا، ودي طبعا في حد ذاتها وجود الجهتين دول بيخلي الاتحاد دي مورد نقدر نقول بنحقق به المطلوب والمرجو من خططنا الفنية والإدارية. طب لو اتكلمنا برضو عن يعني دعم هذه الرياضة في مصر، ايه اللي ناقص؟ هل في نواقص معينه؟ هل في حديث مع وزاره الشباب والرياضه؟ حضرتك بتلتقي كتير بسياده الوزير، خلينا نعرف عشان برضو الامور تبقى واصله، وساعتها بقى ما يتقالش في اي تقصير في اي نقطه ما. واحده الطبيعي لما يبقى في مطالب للاتحاد من الوزاره، عندنا جزء فني من اللجنه الاولمبيه المصريه، والدعم اللوجستي او المالي او الاداري في تنظيم البطولات برضه بيكون من خلال وزاره الشباب والرياضه. ما اعتقدش انا طلبت حاجه ابدا وكان فيها تقصير او عدم التوفير، بالعكس. يعني انا عاوز اقول انه جميع البطولات اللي انا بستضيفها بتشكل مجموعات عمل من الوزاره بجانب مجموعات العمل في الاتحاد، علشان يقدروا يدونا الدفعه القويه في اخراج اي بطوله بالمظهر المشرف امام العالم، وده نجاح في حد يعني ذلك. هذه الرياضه، رياضه الرمايه في مصر، عندها كل الدعم او الدعم الكامل ولا ينقصها شيء، خلينا نقولها بهذه الصوره. بالظبط كده، انا ما عنديش اي مشكله سواء ماديه او في تنفيذ او استضافه البطولات. هايل جدا. بالظبط كده. ان شاء الله ده بقى ينطبع، عفوا يا كريم، ان شاء الله ده ينطبق على النتائج بقى وباريس 2024 ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. نورتنا سياده اللواء، ربنا يخليك، وان شاء الله نسعد بلقاء مره ثانيه مع حضرتك بمزيد من الانجازات بقى الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق مصر، يوفق كل الاتحادات واتحاد الرمايه في البطولات وفي الحصول على الميداليات العالميه ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لك يا كريم جدا. شكرا لحضراتكم على متابعتنا، وبكره يتجدد اللقاء وعشاء الصبح في الاهلي.